السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، إحنا كنعيشوا هاد الظرفية والغالب الله. أنتم كتشوفوا السلطة شنو كدير كامل، لا السلطة ولا الدرك ولا الأطباء اللي ساهرين وحاطين أكثر من وقتهم، والله يكون في العون ديالهم. وما نساوش حتى احنا الله يكون في العون ديالنا، راه كاين الناس اللي يداوي الحاجه ولكن الغالب الله. ولهذا علينا نتحلوا بالصبر، وان شاء الله قريب 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 ان شاء الله يفرج الله تعالى البركه وحنا طالبينه. بالمناسبه كنهدي لكم هذه القصيده وحنا على ابواب عيد الفطر المبارك، ونحذو راسنا شويه من داك الخلاق. خويا صبر، خويا صبر، راك ما موالف، راك ما موالف وحاس بيك. أمر الله رضينا بالمكتب، شطنت العقول وحارت وما تصابع الدواء. فرج يا ربي على عبادك، فرج يا ربي على عبادك من هاد الشدة، واقف على بابك يا رحيم العفو، بحق الصبيان، بحق البكمة، بحق الشيوخ اللي ما ليهم قدرة. خويا خويا صبر، الفرج قريب، لزم دارك لا تكون عنيد وتزيد وتزيد في العلة. راه الخلاط يصادف والعدو سايح بلا مقلادف، وما تعرف منين تجي الضربه. خويا عارفك الله يكون في عوانك، لا بدوز لا بدوز هاد المحنه.